السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي ندير معكم الدرس باش غادي ندير العروة أو لي بوتونيير بهاد الصباط وبهاد الماكينة العادية التقليدية. إذا كنجي لهنايا كنشوف حسب السنتيمتراج ديال الزيكزاك اللي غادي يبقى يعمل ليا، هكذا تنقز ليا العدد اللي بغيت. مثلا هو هاد العدد ديال 3 جبتو لهنا، هاد لاباري كنحلوها بحال هكذا، كنجيبو هذا هكذا فين ما بغينا. ها هو شتو داك الخط هو ديال الميزان، إذن وكنشد ونزير هادي اللي ندير بحال هكدا، نزير ما عنديش ندير وكنزير هذا على حسب 3 و 4 ملم، إذن على حسب 3 ملم على هاد الشكل ونزير كيما بغيت أنايا. إذن هذا هاد اللاكس كندفعو، تنحل هذا. اذا هاد المشكل متواجدين عندنا في المملكه المغربيه، ولكن في لوكازيون في القدام ماشي جداد. اذا 3 اللي بغيت غادي نرجع لهذا ونعملو في الميلي في الوسط، هادو معايا في هاد لاباري عندنا هاد الارقام تشوفون، غادي نجيب هذا في الوسط باش ما يتحركليش ولا نطيح السنان، شفتو؟ ولكن الافضل نجيب هذا هنايا في الوسط باش ما يتحركوا لي السنان، يبقاو جامدين في بلايصهم، ولا نطيح هذا. اذا هاد الماكينات متواجدين عندنا، ولكن كنسميهم لي ماشين دي ميناجير، لي هما ميكانيك ماشي بحال هاد الالكترونيك جداد. هادو الموديلات ديال الثمانينات اللي كانوا في الثمانينات الستينات السبعينات، ولكن زكزك ولكن افيكاس. اذا بعد ما شديت السنان ديالي وجبتهم على هذه الطريقه هذه اللي قلت لكم، وزيرت السنان ديالي باش ما يتغيروش، غادي نجي دابا باش ندير لي بوتونيير ديالي. اذا لاحظوا معايا البنات البنات والولاد شنو غادي نعمل. سمحوا لي بحكم انني كنقري غير البنات بزاف، غادي ناخذ هذه، غادي ناخذ هاد الزره او الصدفه كما كنقولوا لها بالمغربيه، غادي نشوفوا شحال عندنا فيها من سنتيم. اذا 2 سنتيمتر قل شي حاجه، نقولوا 1.75. اذا غادي نعمل 1.75، اذا من هنا لهنا 1.75، داكشي اللي لقيت يعني كنحددهم بهاد النقط هادو، شفتوا؟ كندير جوج نقطات وغادي نحط نشوف الخيط ديالي. اذا درت كولور اللي هو واضح وباين باش غادي نخدم به، يعني باش تكون عندنا الغرزه باينه. اذا نتيقن من هذا الشيء ما تبقاش تحرك لي الماكينه، نبقى نجرها انايا ولا المهم غادي تعملي الاولى الثانيه غادي تسميتو. اذا الطروه بالنسبه ليا كبيره، غادي ندير 2.5، شتو ملي ضربت بانت ليا كبيره. اذا درت هنايا 2.5 في هذا، باردون، فهذا فاش ريقلت 2.5 فهذا، مبقاتش 3 عندي. غادي نجي مباشرة نعمل هكدا، إذن غادي نكب شوية ليكرون، غادي نعمل هاد الطريقة هادي. إذن هاد لي ماشين راه فيهم الكسيراتور، لاحظو معايا حتى نوصل الخط الزرق، كنعمل هكدا نهز الصباط. عندنا الصباط ديال هادي ولكن سي تخي كومبليكي، وهو كيسهل علينا العملية. إذا غادي نجي وكنبقى نشوف هنا لداخل واش خليت ديك البلاصة ديال العين كتبان. إذا بعد ما نتي ديالنا كنعملو الزيكزاك ديالنا على هاد الشكل، الا بقى لك شي روتوج صغير صلحيه على هكذا. اذا انا على زدت عليها دو فوا باش تبان ليا، هانتوما خصني اون فوا ماشي دو فوا، مره وحده يعني خصني ندوز عليها. اذا غادي نعاودها قدامكم نكررها، شوفوا هانتوما شتي كطلعت عندي هاد بتو روتوج لحقاش ما عنديش كونسونطراسيون. إذا غادي نكرر العملية ديالي اللي قلت لكم، 1.75 هي هادي، إذا خصو يكون واضح ليا بحال هكدا، أي فوالا نعاود نكرر. إذا هاد الكرايون اللي كنطرسي بيه راه كيتمسح، راه بحال كرايون،
إذا لاحظوا معايا، هذه طلعت ليا ماشي هي هذيك الخيط، هذه طلعت ما بيهاش، ولكني نشوفوا الثالثة. لاحظوا معايا، إذا ديما الأولى ماشي هي هذيك والزوجة ماشي هي هذيك، إيوا نشوفو التالتة كيفاش غادي تولي لنا. إي فوالا فوالا، شتوها كي جات؟ إذا باش كنصحكم بالتمارين، فهمتي؟ إذا غادي ناخدو على هاد الشكل، إذا إذا كيفاش نلصق هادي؟ غادي ناخدو بعدا هادي نحلها، شوف كتدخل. إذا هي هاديك، شتو؟ باردون، هاي شتو؟ إذا بغيت نلصقها، غادي نلصقها كيفاش غادي نلصقها بالماكينة؟ هنايا ضروري طيحي ليا الصباط هادو، طبطي السنان، يهبطو من الأرض، ضروري، ورجع لهنايا. إذا هنا فين بغيت تركب لي العقدة، هادا شو براغيت لتحتاني، هادا لتحتاني. إذا هادا لتحت ديال الموديل ديالي، غادي ناخد الوسط ديال هنايا ديال هادي، ونحط الوسط ديالها، هاهي خرجت لي التقيب هادي. غادي نشد باش نلصق العقدة ديالي، غادي نحطها على هاد الشكل، فوالا. فين فين فين، هي تتبان لي لو بوان ديالي دابا، حطها على هاد الشكل. إذا هانتوما، في حالة درتي هكدا وهي توقف ليك ستوبات، لأن كاين عندنا العقدة هنايا كتمشي لهذا وتزيدي توسعي ولا ضيقي، في ديك التضييقة كتحرك ليبرا، كتديبلاصا، كتكحز لهنا ولا هنايا، تتاخدي ليكليبر ديالك. إذا راه الزر لتحت دابا، شتو؟ هاهي، إذا شتو؟ هاهي، شتو؟ في البيض، إذا، فوالا، مسائل عادية. إذا هذا هو الدرس ديال اليوم، اللي عندها هاد الماكينة ديال لي بوتونيغ باش تعرف اشنو عندها. إذا عرفتو علاش درناها في الميليو، لأن العقد الآخرين اللي غادي يركبو هنا باش ما تديبلاصالناش وتبان لنا بحال هكدا، يبان لنا أن ديفو، شتي؟ إذا رجعنا ملي كيتبلاصاو صدايف كترجع للميليو ديالها وكتشد التوازن ديالها. إذا نتمنى تكون عجبتكم هاد الحلقة هادي، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. ودعي لنا بالشفاء، مريت شوية، الله يعاونكم، سلامة، شكرا لكم.